اهلا بيك يا كابتن كريم، ازي صحتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام، كل الامور تمام. اطمنا خلاص على الموافقه الامنيه وعلى اقامه اللقاء. الحمد لله. يعني احنا يعني ده كان عشاننا وده كان ثقتنا في الشرطه، وطبعا احنا بنقول ان احنا اهم حاجه بقى تكاتف بقى مع احنا والشرطه والجمهور ان تطلع مباراه نظيفه دي، عشان دي هترتب عليها قرارات الاتحاد الافريقي في مباريات جايه كتيره. بالظبط، احنا عارف يا استاذ خالد، بنتمنى كمان ان التكاتف ده يبقى دايما، مش عشان بس مباراه، يعني دايما نتكاتف مع الشرطه، نتكاتف مع جماهيرنا، مع الانديه المصريه، ويبقى التكاتف ده موجود في الفتره اللي جايه، مش عشان مباراه بس، أو مباراه سواء مباراه افريقيه او محليه. يعني احنا في مجلس الاداره لسه بتتكلم ان احنا بنبص والله لمباراه الاهلي فقط. احنا بنبص لاي مباراه لاي فريق مصري او لمنتخب مصر النهارده هيبقى عليها كلام، وهيبقى عليها زعزعه كده. احنا مش عايزين الكلام ده يحصل. ايوه، وبعدين احنا في ظروف البلد دلوقتي يعني مش محتاجه ان احنا يعني الاستقرار بقى احنا بندور عليه. فان شاء الله باذن الله كده احنا ثقتنا بجد في الجمهور، يعني ان باذن الله كده كله هيتكاتف وتطلع مباراه سليمه، وان شاء الله كده يعني تبقى خير بعد كده ان شاء الله. خلاص الحمد لله كل الامور تمام. خدتوا قرارات تانية او ناقشتوا في حاجه تانية في مجلس الاداره غير موضوع مباراه البنيه؟ لا خالص، هو المجلس كان كله عشان الموضوع ده بس، ومناقشه اجراءات بقى الترتيب للمباراه نفسها. يعني يعني ما كلمتوش في التظلم اللي النادي الاهلي بعته لاتحاد الكوره عشان لا النادي المصري والكلام ده، عشان المباراه البنيه الاثيوبي، وان شاء الله باذن الله كده تكون المباراه كويسه باذن الله. ان شاء الله، وحضرتك هتكون في الاستاد بقى اكيد ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. بس كده مش هتلحق تتفرج على ماتش الزمالك؟ لا قلبنا معاهم برضه. ان شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق يا رب لكل الانديه يا رب. مصر تلعب ان شاء الله. ان شاء الله ورا الاهلي والزمالك وامبي ان شاء الله، ونعدي المرحله الصعبه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا، وبالتوفيق ان شاء الله. بنشكر طبعا الاستاذ خالد الدرندي.